اطلع معي شمت هوا، طلع على همومك دوا، نفرح نتهنى نغني كلنا سوا. اطلع معي شمت هوا، طلع على همومك دوا، نفرح نتهنى نغني شمت هوا. اهلا وسهلا فيكم اصدقائي بحلقه جديده كتير كتير حلوه اليوم، برنامج شمت هوا مع محبكم احمد دعسان. ضيف اليوم فنان عراقي كتير انتم بتحبوه، احمد عادل. الو ابو حميد، هينا يلا اطلع اطلع. اهلا وسهلا اصدقائي المجاهدين بالفنان الخطير الراقي الرائع احمد عادل. على مهلك يا زلمه خطير ولا بس قبل ما يحكي بدي احكي لكم شغله بصراحه، والله انا بالمواعيد كويس، لكن احمد حكيت معه اول كان احكي لهم حكيت معه اول مره لا ثلاثه اربعه والله، بس فعلا شهدت في هذا الرجل انه جدا رائع. الله يحفظك. وعادي يا ابو حميد وماكو مشكله تدلل عيني. لا احلى شيء احلى شيء تبيك لما تتصل مو مباشرة تقول انه راح نأجل الموعد، لا في مقدمات مقبلات. احمد كيف حالك؟ شو اخبارك؟ والله مشتاق لك انا، احنا نأجل. شو اخبارك؟ الحمد لله كيف تمام. امورك؟ الله يسلمك ويحفظك. اذا بتلاحظ الفنانين في حالة انقلاب، كيف حالة انقلاب؟ انت العكس، كلياتهم بنحفوا. انت بسم الله ما شاء الله، سمعت انك كنت بشار بالسعودية بوفيهات مفتوحة. يلا انا روح. ضعيف امام البوفيه المفتوح. يلا صراحة شو سبب الطلعة السعودية؟ والله اكثر من مشروع كان، اول شيء عملت لقاءات في قنوات فضائية ما شاء الله، ايضا شاركت في مهرجان بريده السنوي، جميل جدا طبعا ما شاء الله. وين كان؟ في بريده نفسها، بس انا لفيت المملكه كلها تقريبا، الرياض وحلو غيرها. شو السبب كان؟ اولا جوله فنيه، ثانيا قلت لك لقاءات، وثالثا المشاركه في المهرجان، والاهم من كل هذا البوفيهات المفتوحه، اطباق صينيه، اطباق هنديه، اطباق فيتناميه. توكل على الله. اي بالضبط، فيتنام نفسها انا بنتقم منها. ابو حميد سمعت انك في الفلافل العراقي، سمعت انك انت مدمن عليه، حتى في له اسم هو معين. قصدك هذا اللي خلوه فوق الفلافل؟ ايوه بالضبط. العنبه إيه؟ شنو هذا؟ ايش هذا؟ يا سيدي هذه زي التوابل. حلو. اعتقد يسموها هنا الليمون الاصفر او شيء يعني. صحيح صحيح، بس هي تعطي نكهه بالذات وهي الفلافل. انت اكلتك المفضله ايش؟ دولمه، البرياني، القوزي، الثريد. ايش اشهر كلمه عراقيه؟ شاكوماكو. شاكوماكو هايش بيك. بلاحظ فيه كمان شغله، بس اجي اسلم عليك هلو صح؟ هلا وحبيبي. هلا ايوه احنا بريطانيين شوي تعرف، خلونا البريطانيين ما شاء الله. هاو ار يو؟ هلا وحبيبي هذه زي ما تحكي الهويه والبطاقه مالتك. هلا انت عراقي. احنا مثلا يعني ان ايش ابو حميد يا كبير هلو. شرفتنا. نحكي شوي عن امورك الفنيه. الحمد لله كملت البوم كامل محتوى على 10 اناشيد. وين تنفذ؟ مع مين؟ اكثر من دوله، اليمن والامارات والسعوديه والاردن والعراق. انت اجمين الشغل؟ انتاج شركه في السعوديه، طبعا مواضيع متنوعه جدا، تربويه للاطفال. حلو. للوطن. متى بنزل العمل؟ باذن الله تعالى بعد العيد. نسمع شيء منها. عودوا قلبي هواهم، عودوني قربهم، عودوني قربهم، قربوني من غلاهم، ليني قلبي حبهم، ليني قلبي حبهم. كتير حلو أحمد. بشغلة استثنائية وغريبة جدا عرفت عنك، أحمد عادل مغرم بالورود. صح، حتى لون قميص بألوان الورود اختاريته، كثر ما كانت هدهودي ورود. تحكي لنا عن الموضوع. شوف كنت صغير كنا مشاغبين جدا، فنلعب كرة مثلا في حديقة المنزل يعني. فكان والدي الله يحفظه كان يعتني في موضوع الأزهار في الحديقة. حلو. كان يوبخنا دائما على هذا الموضوع، لما كبرنا صارت عندنا الوردة فشي مقدس. إذا بتلاقي أنا وياك محل ورد بدنا نجيب هدية أحمد. أحمد يلا نكتة بدي شيء يعني.
دائما لما يقول لك احكي لنا نكته او مثلا احكي لنا موقف مضحك تطير كل المواقف من عندك. اي شيء موقف مثلا صار معك بحفله بمقابله والله ذاك اليوم بالحفل هذا الاخير في بريده بالضبط كنت انشد نشيد طربي خليجي. فتعرف انت دائما المشايخ الله يحفظهم دائما يجلسون بالامام. فكنت انشد نشيده وبدون ايقاع كنت اسوي يا مسكيني حالك لا تعذب ريحالك جمر. اشوف واحد يتفاعل مع اللحن بشكل كبير يعني بين اللي موجودين في الصف الامامي الصف الخلفي قلنا المشايخ في الامامي اوكي. فهذا الرجل قام يحرك بايده مع اللحن مثلا بالقرار يا مسكيني حالك ووزن وتمبو ومرتبه تمام. ورا شوي المقطع الثاني كان يوصل دان ودان. قلت هذا المقطع الثالث ايش راح يسوي؟ وقفته قلت موقف قلت له انت يا ابو القميص الاحمر خلي بالك يا ابو القميص الاحمر. فهو يباوع من يمين وشمال من ابو القميص الاحمر نزل ايدك. فهو راسه سوى هيك. طبعا المشايخ طبعا شنو ما حد يدري شنو السالفه ما حد يدري. الله روعة جد احلى من الف نكتة. دائما المواقف الحقيقية لها كتير معنى. احنا اذا بتطلع قدامنا احنا وصلنا على محل ورود مشتل بالضبط. تفضل زي ما انتم شايفين اصدقائي في المشتل كرمال عيون احمد عادل بحب الورد. فاحنا بنحب نكرم اي حدا بيجي معنا. هذا صديقي بحب الورود. فايش احلى ورد عندك بدنا نعطيه يعني مثلا ايش هذا الورد؟ هذا جراني يوم جراني لا بدور ريحه. اي بدنا شيء فيه بدنا شيء فيه له ريحه وهيك ايش بدك تعطيه؟ لا شنو لا ما لي هذا كله. لا خذ بس يلا كويس وممتاز. شو اسوي بيه؟ انا راح كويس اسوي كويس يا زلمه. مسرع عندك شمالك حطه عندك بالمطبخ. المطبخ هذا شو وين اخليه؟ يعني تفوت امي المطبخ شيل الغاز وحطه محل الغاز. هو انا اقول لك تفيد هذا الجره الغاز اذا بتطعي فيه اعطيه. يعني هذه كلها بيها زهرة واحدة؟ لا هاي فيها اثنين ثلاثة أربعة كويسة هاي بكرة بنبتوا بس جميلة. كويس بعدين برعيك فيها على خير. شو أسوي فيها؟ أنا أقتنع فيها يلا يا الزلامة كويسة. بقديش هاي؟ بقديش هاي؟ ليرتين وثلاثة قدهم خذ ثنتين والثالثة مجانا. وبعدين نشوف الوردة كيف محلها ما شاء الله عليها جميلة والله العظيم مقروطة تطلع لك واحدة هي مقروطة واحدة جديدة والله العظيم. أنت رهيب. شو قلت؟ أنت تقنع الواحد إنه يشتري. خلاص انت نقي ايش انت بتحبه جد. هذا كويس حلو حلو كثير. هاي كثير خيار حلو. هاي ايش اسمها؟ جرانيوم او خبيز. جرانينيوم جرانيوم هاي خبيزة منها ورد ومنها بتطبخها يعني. كويس بتنفع يعني خيارة كويس. خيار جدا. كم هاي؟ دينارين. هاي هاي أحلى دينارين. يا الله والله يا ريت ألف مبروك. بس ريحتها حلوة بتعرف ما شاء الله. يا طيب أحمد صورت أنت كليب في العراق كان من ألحان وتوزيع مجاهد. نعم. الأغنية كتير حلوة. بدي تحكي لي إيش معنى تصورت في العراق وإيش معنى توزعت عند مجاهد. جد بدي أشكر مجاهد إنه شغلها كان كتير حلو. أبو حميد موضوع أنت الرجوة أول من البداية أنا كنت حاب إنه أتعامل مع مجاهد. تعرف أنت كموزعين وحتى كهندسة صوتية حلو من عندك إنه أنت تشخص لكل مهندس صوت يبدع في لون معين. طبعًا هو يجيد كل الأنواع والألوان يعني بدون شك. لكن أنا أشعر إنه فلان موزع هذا اللون يبدأ فيه في بالضبط في عنده إشي معين بهاي اللحن بهاي بالضبط. الأغنية أنا حاب إني أتعامل معه. نعم صراحة شوية عانيت من موضوع الكلمات لأن أنا كان بدي إياها إنه كلمات باللهجة العراقية بحتة. طلبت من شاعر غير عراقي يكتب العراقي فما ضبطت الموضوع. بعدين شاعر عراقي ثاني كذلك ما أعطاك اللي بدك إياه بالضبط. فآخر شيء الحمد لله تيسرت. الأغنية كتير تأخرت صراحة على بلاطة. صح. الأغنية كتير تأخرت من كلمة من لحن من توزيع من تسجيل من ميكس من تسليم. صح.
حتى على مستوى الإخراج إيش إيش القصة؟ مكركبة هي ما أعرف هي سبحان الله. أنا التقصير من عندي بالبداية. تمام. حق على مجاهد؟ لا 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 مجاهد يعني سوى اللي عليه. تعرف ليش؟ لأن أنا قلت له مجاهد أنا أريد نسخة حتى أقدر أصور فيها. وفرت هذه النسخة. اللي تأخر بالموضوع. الفاينل ميكس. بالضبط الفاينل ميكس لأنه إحنا كملنا المونتاج على النسخة اللي صورت عليها. بقت بس الفاينل ميكس هذا الموضوع شوي تأخر. طبعا. العمل كان رائع بس بدي أفهم ليش تصور بالعراق؟ أنا صراحة بالعراق هذا صديقي طبعا مخرج كذلك اسمه مجاهد بس مجاهد زيد هذا رجل رائع بأفكاره عشان تعرفنا عليه هو شغله أنا كتير حبيته يعني عاملك شغلات هيك مستغل الإضاءة مع العلم والله أبو حميد مرمرنا بالتصوير هناك تعرف رضعية ليست يعني مثل ما نتخيلها أنه آمنة وكذا يعني موقع التصوير مثلا عادي جدا تروح تصور فيه لسه منزل الأغراض يصير شيء مثلا لما أغراضك وطلع جد؟ أي والله صور الكواليس نزلتها ذاك لهم بالفيسبوك يعني الأخوة يعلقون يقولوا أنت في معركة نسمع إشي من الأغنية تبعتنا هاي كل المسافات في دنيا الأزمات الله. لو تشعر مرة طعم المناجات لو أشكي همي ولامي وغمي أدعوك والقاك اقرب من دمي انت اللي تقول بالصبر تنول لو تنفعش مرار ليلي احمد انا ماخذك على مكان كثير انا بحبه نعم. عندنا مسجد احنا معروف في منطقه حدائق الحسين المنطقه اللي حوالين المسجد كثير حلوه رائعه فبدي اتمشى انا وياك فيه ونحكي عن الاحداث قبل طلع بس قبل ما احكي عن السياره السياره بتشبه إشي اللي هو كفر التليفون السحر اللي انا جايبه يعني سبحان الله جايب كفر مرتب بس خلص خبطته براسي فوشي انا اتذكر سالفه من شفت السياره احمد ايش كنا في مسجد المدينه المنوره نعم فشفت واحد رجل لابس نفس هاي الالوان فاني يعني هالقد ما جذبني الالوان جذبتني اخذت له صوره بدون ما يدري وانا بالمسجد هون مكتوب هديه من باكستان بس 2012 هاي معناته ب 23/3/2012 هدت السيارة بما انه باكستان واحداث وتفجير خلينا نحكي عن تفجيرات احمد عادل في فيديو كليب ابو حميد وصلنا لبغداد الامور طيبة انا قلت لهم اريد 3 ايام نصور ونكمل ونرجع 3 ايام تمام 3 ايام صارت اسبوعين طبعا لا اله الا الله اي أيوة والله مين السبب في التاخير هذا السبب الاوضاع الامنية تمام لكن ابو حميد النهفة اللي صارت هي مو نهفة والله يعني الحمد لله نقول على سلامتنا سلامة الكادر يعني ايه يعني دائما تصير انفجارات في اليوم اللي احنا مثلا نصور فيه مثلا احنا جاي هنا دا نغني او دا ننشد حتى ممكن انه دا ناخذ تيك يعني اوكي مو هذا الشارع دا اشوفه اللي بعده مثلا يصير انفجار طبعا الكادر كله قاعد تهتز يعني انا بصراحه بدي اتخيل منظر احمد عادل وهو صار انفجار صارت مره دا اصور كليب باستقبال شهر رمضان مبارك بك مرحبا فاللحن كان حلو يعني رومانسي خلينا نقول عليه بك مرحبا فانا في بالي مدفع الافطار ولا لا مدفع الافطار ولا محسنون خلينا نشوف هذا الشيء احنا طبعا بالمناسبه ما كنا راصدين او ما كان في بالنا انه يصير تصوير داخلي لكن نظرا لسوء الاوضاع الخارجيه في الشارع اللي جينا لهذا الموضوع احنا ببرنامجنا بنحب الهدايا بهديك بس الستيرنج لانه انا اللي شايفه الشيء الوحيد انت عاد تهديني الستيرنج مثلا ما راح اقدر اسوقها لان هذا اللي يسوقها غيري يقعد هنا شو يصير بي؟ هو كانه سياره طبيعيه لا شاحنه تعرف حتى هاي تراك خلنا نروح نطير احسن من جايبك اليوم على متحف السيارات الملكي والله اسف انا عن جد اسف كنت عامل له مفاجاه لكن مسكرين كنا اليوم على فكره الكل عطل حظي مو كويس المره الجاي بس كيف الله مش طبيعي اوكي احمد
احمد. حبيبي والله تعال تعال شوي. شو تريد؟ شوف لي في بتنقط او شيء من تحت تحت. يا الله خوص خوص شوف. ماكو شيء يا احمد. احمد الا والله ما يكون في زيت. والله ماكو شيء من تحت. والله ده ينقط من هناك. والله والله العظيم. سلام. ايش ها؟ صار معك؟ والله العظيم ينقط من هناك. اذا تنشطون على الناس. متخوف بس يلا خير. كل فنان لازم يصير معاه شيء. ابو حميد احنا استنزف الوقت منا وما تتخيل احنا شو سعداء فعلا عن جد معك وانبسطنا بسماتك العاليه. الله يحفظك. كلمه اخيره احمد للبرنامج وللمشاهدين اللي عم بيشوفوك. انا اشكركم جزيل الشكر، اشكر قناه كراميش الفضائيه صراحه. انتم اعزاء على قلبنا. الله يخليك. فناني كراميش والشباب كلهم اصدقائنا واخوتنا يعني. طبعا جمهور قناه كراميش نحييهم. بالعكس انا كثير من متابعينا في تويتر وفي الفيسبوك هم اصلا من متابعي قناه كراميش الفضائية. أتمنى لهم إن شاء الله بإذن الله يسمعونا بشكل أكثر وإن شاء الله إحنا نقدم لهم أعمال تنال على رضاهم إذا الله قدرنا. إن شاء الله نخص قناة كراميش وجمهور قناة كراميش في عمل بإذن الله تعالى. شرفنا أبو حميد. أصدقائنا جزاكم الله خير. حبايبنا هلو. الله يعطيكم ألف عافية. إن شاء الله تكونوا انبسطتوا معانا مع النجم الرائع العراقي أحمد عادل، نجم جديد فنان جديد بحلقة جديدة. إلى اللقاء. اطلع معي شمة هوا، طلع لهمومك دوا، نفرح نتهنى نغني كلنا سوا. اطلع معي شمة هوا، طلع لهمومك دوا، نفرح نتهنى نغني شمة هوا.